السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد. أبو عبيدة معكم ببساطتك. راح نقرب لل 100 مشترك بالقناة، لهيك إذا ما كنت مشترك اشترك بالقناة لتدعمها وتكبر إن شاء الله. كثيرين عم يسموا حاليا الحرب القائمة بين البشرية كلياتها من ناحية، بين فيروس كورونا من ناحية تانية بالحرب العالمية الثالثة. حاليا هلا أقوى سلاح دخل الحرب هذا هو أضخم كمبيوتر من شركة IBM. لمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو واشتركوا بالقناة أكيد. خلينا نبلش. حاسوب سامت يعتبر أقوى حواسيب IBM، أقوى إذا بدنا بس نستوعب الموضوع بشكل مبسط، هو أقوى بمليون مرة من أقوى حاسوب آخر. بس نستوعب الموضوع، أقوى بمليون مرة، يعني جيب قوة المعالجة، قوة الرام، قوة كل القصص هي الخليط، أقوى بمليون مرة. شو عم يفيدنا هذا الحاسوب؟ عم يفيدنا هذا الحاسوب بشغلة، إنه الفيروس عم يعتمد بشكل أساسي، حاول أحكي بقدر الإمكان مثل ما فهمته بقدر الإمكان بشكل مبسط، مثل الرمح او مثل الكلاب او سميه ما شئت، لحتى يرتبط بالخلية بالرئتين لجسم الانسان او بالجهاز التنفسي. فالحاسوب هذا، والحمد لله مثل ما حكيت بفيديو على قناتي الثانية، احط رابطه مع البطاقة اطلع لكم بعد ما تشوفوا الفيديو هذا، كيف البشرية كلها توحدت جهودها لحتى توصل لحل لفيروس كورونا وصارت المعلومات متاحة للجميع. فهل الفيروس هذا نوعا ما بنيته صارت نوعا ما معروفة، فشغلة هالكمبيوتر هذا ياخد هالرمح اللي عم يتثبت عليه الفيروس بجسم المستضيف، يعني بجسم الإنسان بالجهاز التنفسي، ويحلل تكوينات المكون منه، وبالنهاية يعمل مثل دواء أو علاج أو لقاح. شغلته يشكل حاجز بالنص بين الفيروس الكلاب أو الشيء اللي عم يثبت حاله الفيروس، الرمح اللي عم يثبت حاله الفيروس بجسم الإنسان وبين جسم الإنسان. فعم يحاول هالكمبيوتر هذا يدرس كل المركبات الكيميائية الموجودة حالياً، كل الأدوية، كل اللقاحات، ويدرس كل الاحتمالات الممكنة. طبعاً كل دواء فيه إلى ملايين الاحتمالات، كل مادة كيميائية إلى ملايين الاحتمالات ضمن بيئة افتراضية، ده أكيد الإنسان برمجة لهالبيئة هاي كلياتها، بتشابه لدرجة كبيرة البيئة الموجودة بجسم الإنسان، وبتشابه نوعاً ما واقع افتراضي 100% مثل ما عم يصير مكونات الفيروس، كيف عم يرتبط مع الجسم، كيف رد فعل الجسم كلياته بشكل عام، موجودة كأنه إنسان طبيعي حقيقي بدون ما يجروا هالتجارب هاي على ملايين البشر. عم يختصر الحاسوب هذا ضمن فترة وجيزة كتير، وعم يجرب هاللقاحات هي كلها. صار لحد هلأ مجرب أكثر من 77 لقاح، كل اختلافاتها، كل التأثيرات اللي موجودة فيها. أكيد هالحكي ما بيغني عن اللقاح أو التجارب على البشر وعلى الحيوانات أول شيء بعدين على البشر، ولكن هذا الفيروس نوعا ما بيسرع العملية بوتيرة كبيرة كتير كتير. واعتبر العلماء اللي مشرفين على الكمبيوتر هذا وعلى البحوث هي انه هذه الخطوة الاولى لايجاد اللقاحات، وباذن الله بتنجح معهم وتنعم البشرية كلياتها بهالقدرات وبهالخبرات بهالمعالجات الضخمة، وتستفيد اكبر استفادة من التطور التكنولوجي الموجود. وبرجع بقول لكم نبقى ببيوتنا لحد ما السلطات الرسمية بالمكان اللي احنا عايشين فيه، بالمكان اللي قاعدين فيه، تخبرنا انه زال الخطر، زال هالهم وهالوباء هذا إن شاء الله بيزول بأقرب وقت وبصير أحاديث تروى إن شاء الله. ولكن حاليا واجبنا كأشخاص، واجب ديني، واجب وطني، واجب فردي، واجب عائلي، من كل النواحي نبقى ببيوتنا لحد ما رب العالمين يفرج هالغمة كلياتها. هذا كان كل شيء لهالفيديو أخواني الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. راح نقرب لل 100 مشترك بالقناة، لهيك إذا ما كنت مشترك اشترك بالقناة لتدعمها وتكبر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.